السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ سهيل سليمان السيد أحمد. هذا الجزء هو الجزء الخامس من المقابلة، وبه أيضا نفتتح أسئلة القسم الثاني. أسئلة القسم الثاني راح تتمحور حول مرحلة مهمة من تاريخ الشعب الفلسطيني، مرحلة الصدام مع الانتداب البريطاني والعصابات الصهيونية وزلزال النكبة وانتهاء برحلة اللجوء والشتات. ابتداء أستاذ سهيل، أيام من انفجار ثورة 36 اللي ابتدأت بالإضراب الشهير إضراب الستة أشهر وتوجت أيضا بالكفاح المسلح، عمرك كان صغير لأنك مواليد 31، إذا بالإمكان تحكي لنا بس على الأقل روايات اللي قيلت لك عن هذه المرحلة المهمة، ونركز على الإضراب وتأثيراته على القرية. اولا مليح اللي طرحت انت هيك سؤال، ولانه مهمه. احنا الناس ما كناش مرتبطين في السوق، احنا بلدنا نصف بدوي، يعني مجرد بدك تولع نار يكون جارك مولع نار بتاخذ منه قبصه وتروح تولع منك، مش ساكن. دخاننا كنا نزرع، فولنا، عدسنا، قمحنا، شعيرنا، وهذا اللي لازمنا، وحليبنا ولبننا وكشتنا وجميدنا، ما حسناش ولا درينا انه في اضراب. اصلا ما عندناش دكين ولا سوق يفتح ويسكر. لذلك مر اضراب 36 حسب ما بيقولوا لي اهلي، ولا بدروا عنه كان في اضراب، مش محتاجين السوق ابدا. نعم. ولا سوق. ناس مرتبطين باقتصاد طبيعي، خلينا نقول بدائي. طيب شو قصدك لما حكيت نصف بدوي؟ نصف بدوي لأنه هذول البدو إحنا أهل الحلال، مرجع أهل الحلال، والبدو كانوا ساكنين الصغير حوالينا، كل البلد هاي كان في الأساس الصغير. ف متصاهرين يعني المقصود هو جزء من عملكم في يعني اقرب للفلاحه او للقريه، احنا فلاحين، وجزء اخر مثلا للرعيه ولا احنا فلاحين، لكن متعايشين الى حد ما عاداتنا وطبيعه العمل، طبيعه عملنا وعلاقاتنا كانه بدوي. انت لو سالت اي واحد صغير معمل وسالته عن طرق حياتهم تماما مثل يعني مش ما بتبعد شيء، إنما هذا بس بيكون بدار مستقر، وهذاك ممكن يرحل بحلات أو منطقة ثانية بس. نعم، أنت تابع في الموضوع هذا. فيا سيدي ناحية الأضراب إحنا ما حسينا شيء. أنا إلي أم عاشت 100 سنة قالت لي مرق السفر برلك ما ندريش عنه. نعم. لأن المرج فيه قالت والله يدرى ما أكلنا. مرج غلال وكان عندهم حبوب مرق ما أدريوش عنه. نعم. صعب جدا الأحداث إحنا نتفاعل فيها، أولا لقلة المواصلات، ثانيا مجتمعنا محدود ومرتبطين بأرضنا، يعني مجتمع بدائي ما لوش يعني في السوق، ما لوش في السياسي، ما لوش في الثقافي، ما لوش يعني ناس. بس كان في جزء من أهالي قرية قومية مثلا يشتغلوا في حيفا، في حيفا كانوا يشتغلوا، يعني هذا هذول الجانب يعني ما له دور في هذول ناس عمال. نعم. عمال ومهم عنده جدا انه يوفر له قرشين يبني له دار في القومية، ما كانش لهم اهتمامات يعني، وناس ربما انعدوا في التيار الديني اكثر من اهل البلد. نعم. طيب طالما حكيت لنا عن تاثير الثوره انه كان محدود بحكم انه كنتوا الى حد ما معتمدين على تحكي لك شغله مررتنا احنا طبعا. احنا كان عندنا واحد اسمه اسكندر قعوار من الناصري، ملاك عن ايام جدودنا، وارضنا مع ارضه وببادر وله دار في البلد وعايش معنا، وكان اذا واحد يعني بده ليره عشر كذا قرضه اشي يستقرض شو يسوي؟ يستغل منه. وكان ينبه، هو أوعى من الناس، يقول لهم إياكم واليهود، اوعوا تقربوا عليهم، اوعوا تبيعوا لهم، كان يزعل إذا واحد له علاقة مع اليهود.
يوم أجت ثورة 36 أجوا ثوار بالليل أخذوا حافي بسروال الأبيض أخذوا يطخوا. ليش ما بنعرفش؟ ما عملش شيء. لحقوا أهل البلد الختيرية يعني لحقوهم وقالوا لهم يا عمي طيب أنتوا والله ما أنتوا ذابحين ولا بتطخوا. المهم فكوا منهم جابوا وروحوا على قومي حافي من وادي السدر جابوا حافي. الصبح يبدو عزت عليه نفس الزلمة روح الناس لما رجع باه أرضه كلياتها اليوم بشكوا حافي بعد هذا الحادث. نعم هاي واحد رافع الفهوم كويس أجوا ثوار طخوا. ليش؟ كان يضيفهم ويزيهم ويطعمهم ويقدم لهم أسلحة وإشي طخوا صاروا دار الفهوم كلياتهم مع الإنجليز. نعم طيب أنت يعني وأنت بتتناول هذا الموضوع يعني يبدو بلشت تحكي بالشغلات السلبية عن ثورة 36 مش هيك؟ مش فرقني هذا رأيي ورأي أهل بلدي. آه بقول لك احنا اللي بيع اسكندر جوار ارضه في قومي الثور ما كان في اي مسائل ايجابيه ارتبطت بها بما يسمى بالثوار والمجاهدين. شو الايجابي؟ طردوا اليهود؟ بسالك كمان بعرف والله لا طردوا اليهود ولا طردوا الانجليز. صحيح انه احنا ضررنا الانجليز كان يجي يعني هم قياس نجاح ثورة 36 كان بطرد اليهود بهذيك المرحلة ولا ليش شو بده؟ يعني إذا ثورة مش عارفة شو هدفها قول لي عنه. إذا مش عارفة هدفها خليها تقعد تسكت. بدون ثورة 36 ما نطخش سامي طه تبع النقابات العربية مؤتمر العمال العربي. ليش نطخ؟ لأنه نقابة يعني النقابات بتضر أهل فلسطين يعني أهل فلسطين بدون ما يصلوا وراء إمام فاسد يعني. طب ليش ثورة 36 شو اللي عملته؟ فسخت أهل فلسطين عملتهم معارضة ومش معارضة. نعم انطيني هدفها. انطيني هدفها. إذا هدفها طرد الإنجليز تم حاسبة. إذا هدفها طرد بلد اليهود تم حاسبة. شو بس كانت كثير من المواقع الإنجليزية مستهدفة بالنسبة لثورة 36 يا سيدي. وأنا مستهدف والله أمريكا. شو يعني مستهدف؟ شو اللي بتقوله مستهدف؟ الإنجليز موجودين في فلسطين وطلعوا بعد طخوهم يعني أطردوهم من فلسطين. ما هي دائما الثورة مو يعني احتمال أنها تفشل واحتمال أنها تنجح بس لابد من يعني عمل. يا سيدي إذا أنت بتعني على السلاح كل الحرامية عندهم سلاح. أنا بدي الهدف. نعم. بين ثورة بين شلة طخطخ يعني في ثورة حطت برنامج ونفذته أو ما نفذتوش. أفهم من هيك إنه أبناء قريتكم ما كانوش منخرطين بال والله كان في شباب كان مع الثورة ورجعوا بعدين على السفرة. طيب حدا اعتقل استشهد ناس. نعم في اسماء معينه في تفضل ابن هنبوره بقينا نقول له بس محمود اي حموله من دار ابو الحسن محمود بتذكر شو اسمه ابوه انه محمود ابو الحسن محمود ابو الحسن نعم استشهد. طب كان يحصل حالات يعني حسب ما ذكرت والدتك لك الله يرحمها انه كان في مداهمات من البريطانيين للقريه عقوبات جماعيه. نعم كانوا يجمعوا الاهالي على البيادر ويجيبوا ناس يعرفوا عليهم يطلع اللي يقولوا لهم هاي ياخذوا على المعتقل. في اعتقلوا ناس كثير على يوسف نفسه اعتقلوا جميع يعني اعتقلوا وجه البلد واعتقلوا كثير. طيب شو سبب الاعتقالات هاي؟ انه ايش؟ بيكون فزدي من واحد انه عنده سلاح بيقرروا عندك سلاح بقول لهم لا اجوا عليك الثوار ما جوش عليك مش عارف ايش بيعتقلوا. بطول هذا الاعتقال بيتعرض بروح لمحكمة ولا بس اعتقال اداري؟ والله ما بعرف اما انا بعرف كانوا يعتقلوهم ويدشروهم.
يعني بشارع بتعرضوا للتعذيب داخل الاعتقال؟ بعرفش. لا ما أعرف. طيب البريطانيين لما كانوا يعني يبحثوا عن هذا السلاح بإيد الفلاحين والمجاهدين عقوبته كانت كبيرة؟ السكين كانوا يقدموها لي وبقدر واحد يعني فشل في كان جري. طب يعني هذا الظلم الجاهف تعتقدش انه ثورة 36 يعني كانت رد على هال يا اخي كويس وضعت برنامج انت تني افهم منك انه انت ثائر مشان البروي ولا ثائر مشان وطن ولا ثائر مشان تضرب الانجليز ولا اليهود وشو بس فهمت. طيب في برنامج انت بدون برنامج بتستقطبني انت كيف بدي الحبيب انا ما بدي افهم يعني انا بحكي معك بوعي اليوم اول طبعا بعرف ايش انا بعرف ثوار وايش مقدس انه ثائر مقدس لكن بوعي اليوم انا بدي اسال وين البرنامج اللي حطيته تنها يمشي وراه استاذ سهيل مشان نخرج من هذا الجدال السياسي نرجع لحال القرية حكيت أن القرية لم تتأثر بالإضراب ولا أي قرية مثلها نعم طيب كان بس أنه كان النوع من العقوبات أنه ينزل الجيش البريطاني يحاصركو على البيادر ويعتقلوا ناس مظبوط يعني كنتوا تحسوا بهذا النوع من التأثير نعم كنا أنا بتذكر وإحنا صغار كانوا أهلنا يخبوا الورود وينبهوا علينا اللي من جيلنا اوعكم تلعبوا هون ولا تقربوا على الإنجليز إذا سألكوا قولوا ما نعرف شيء اوعكم تقولوا على يعني إنه في برود أنا بتذكر أهلنا كانوا يخبوا بالبرود أحيانا بالتبن وأحيانا بالحواكير ويطردونا مشان يخافوا إنه إحنا إذا سألنا إنجليزي أو شيء نجرب يعني انت اتفتق وعيك المبكر على البريطانيين وهم بيبحثوا على السلاح ويجمعوا الناس ويعتقلوهم يعني. طب في بعض الصور عالقة بذهنك وبذاكرتك اشي مؤلم من هذيك المرحلة يعني انت بال 36 كنت تقريبا اقتربت من خاصة عن عقوبة جماعية مثلا كانت تيجي دبابة احنا نقول لها دبابة بس هي بعجلات كاوتشوك عليها متر اللوز كنا نقول ويجوا عسكر يفوتوا يفتشوا نيجي على البيوت بعد ما يفتشوا نلاقي القمح مرمي السمسم مرمي زيت مطلوب يفتشوا يطلعوا بشكل همجي بعد ما يطلعوا نطلع احنا نشوف في البلد الامين خمسة ستة عشرة يعني احيانا ايش يرجعوا البلد وايش يخطوا معهم كان في من بلدنا ثوار أمين حجالي كان ملتحق مع فوزي جرار وكان في سالم محمود لأبناء القرية نعم كان في محمود أبو الحسن أبو استشهد وفي فارس أبو الحسن كمان استشهد في عرب اللد في كان شباب حتى ما يقولوا لناش يعني أمي إحنا كأطفال نعرف باللمز إنه هذا مع الثوار ما يقبلوش يحكوا قدامنا إنه هذا طائر أو طائر يخافوا إنه إحنا أطفال يعني في شي سر. طب شو طبيعة النظرة إلكم كأطفال تعرفوا إنه هذول مع الثوار؟ إيه كنا مفتخرين كانوا في يعني معجزات نسمع عنها طبعا اليوم نضحك عليها انه فلان محجب عنده حجاب قال يعني ضد الرصاص ضد الرصاص فلان مش عارف ايش يعني كنا نعتقد احنا انه فخري عبد الهادي وفوزي القوقجي وابو ابراهيم الصغير مش عارف ايش هاي الام معي انه هذول قادة كبار وهم بدهم يخلصوا الامة الاسلامية كلها يعني احنا مش كنا مفكرين بقومي فاكرين انه احنا العرب كلها وكانوا يقولوا عرب ما كانوش يقولوا لا فلسطينيين ولا شيء كانوا يقولوا عرب ويهود نعم بعدين بعد ما قطعنا الشريعة صرنا فلسطينيين ومش عارف ايش نعم احنا كنا بالاول عرب وكان في يعني ثوار
حتى غربية سوريين كانوا. طب احنا لساتنا بأجواء ال 36 و 37 و 38 وأي شيء بيتبلور بذاكرتك عن هذيك المرحلة رجاء تذكر لنا إياه. بس بشكل عام انه يعني كان في بالقريه تقدير للناس المرتبطين بالثوره. انا في 37 كنت في الناصر، اقرب مدرسه تبشيريه اسمها مدرسه الجريري، كنت البس مريول وكيلي ومش عارف ايش، وانا مروح من المدرسه باب صيدليه بحاره الروم شفت واحد منطخ قدامي اسمه نادر الفهول. ليش؟ لأنه جارتنا من الزيادني ويمت إلها نسب يعني من جنة السين. شاب مارق من باب الصدري ما شفنا إلا هالزلمة منطخ ولا شيء. حتى أنا قعدت مدة وأنا أهل بس يعني روحت من جنة بلاقي. وإحنا أطفال مروحين من المدرسة. شو اتضح لك لاحقا؟ إنه إيش؟ اتضح لي إنه نادر اسمه من المعارضة يعني مع الإنجليز هيك. طخوا ثوار باب الصيدلية اللي بحارة الروم. هسه لو أروح يوم بقول لكم وإحنا مروحين من المدرسة. ففي الناصري كان الطابع العام إحنا بحارة الروم ساكنين حارة كلها مسيحية يعني ما كناش نحس إنه في ثوارين ومش عارف إيش. مرات نسمع طخ بس. رجوعا لقومية، قومية كانت تقدم معونات للثوار على صعيد كانوا يجوا على المختار يأخذوا ذبائح ويأخذوا أكل ويأخذوا خبز والنسوان تخبز. هاي روايات والدتك؟ لا شفت بعين النسوان بالليل يخبز بدار خالي. أنا يوم كنت أجي يخبزوا بدار خالك؟ يخبزوا اللي هو مين؟ أبي يوسف يخبزوا كميات كبيرة. أو بعرف شو يأخذوها الزلم ينطوها إلهم ينطوها إلهم بس يقولوها بلا ثمر. يجيبوا مثل ما تقول النسوان يجيب شوال نص شوال قمح بلش يعجن كل واحد يعجن ويعملها الطوبين والعنب بالليل هو خبزة. الأسلحة كانت متوفرة بيدين الناس بهذه المرحلة؟ لا. أنت كنت تحكي لي كنا يعني مرتبطة بذاكرتك مخبي النبوذة. نعم. واحد عنده برودي واحد عنده جفت هيك يعني. أما أسلحة بشكل عام لا. بس تعتقد أنها جرأة عالية إنه يعني إنه الفلاح يحمل بندقية سلم جدا إنه واحد عنده برودي واحد يدري فيها؟ مش سهل؟ لا مش سهل تدري أو يقول لك يا يحط طبير يا. طب أمام العقوبات الشديدة اللي كانت مفروضة على حملة السلاح فلسطين، تعتقد انها كانت يعني مغامرة كبيرة انه الشخص يحمل بندقية؟ طبعا. امام ما بتحكي كان اعدام بحياته بغامر بحياته يعني. انا بعرف انه في عرب صور بس حوالهم يكونوا ابو بعدام يعني. بعدين فهمنا انه كاين البدوي بيته هو يدفن برودته 200 متر في مكان عن البيت. نعم. حتى لو أجوا يعني يفتشوا بيته يكونوا بعيد يعني كثير. يعني حتى لو لقوا هذا السلاح كانوا مشينوا. فيش والله بالعرب أساسه لو إنه بعيد كيلو. أما أساس إنه مين بده يدلهم؟ يعني شو بدك تفتش كل السهل؟ يحطوا دائما بعيد عن بيته. حتى لو اجوا فتشوا بيته. طب كان في ناس متخصصين بشراء الاسلحه مثلا من خارج؟ هذا اللي ما بنعرفه، بس انا اللي بعرفه انه الاسلحه كانت تيجي من سوريا. كيف ما بعرفش. يعني تيجي من سوريا. طب حدا كان يشار اليه بالبنان في فتره ال 36 بالقريه على صعيد القريه كلها انه فلان الفلاني مثلا بطل من المجاهدين كان القرية. محمود ابو الحسن كان معروف انه ثائر كان ثوار وبعدين التحق بالكف الاسود. وعلى فكره شنبوه شنب البريطانيين. شنبوه بسجن هو ثلاثه من زملائه وعطوه جثته.
دفنتوه بالقرية؟ تذكر دفنه يعني؟ أتذكر، ما ظلش لا بنت ولا ولد ولا زلمة بالقرية إلا ما شاف جنازته بقومية. نعم، يعني جنازة مهيبة كانت، مختلفة عن الجنازة العادية. نعم. طب كان في حدا مثلا لاحقا ممكن تكون عرفت انه مثلا كان يدفع او يشتري اسلحة مثلا للثوار من قرية قومية؟ او حتى لو كان في، مش ممكن اطلع عليه في سني، في سني انا لا يمكن. مش امين يعني، بجوز انا احكي لفهاني. طيب على صعيد قومية، متى بلش يتبلور عندكم وعي سياسي انه احنا مستهدفين وانه الارض مهددة؟ من يوم ما صاروا اليهود يزرعوا في اراضينا احنا، يعني في الاراضي اللي باعوها غيرنا، يعني الاراضي اللي باعوها اللي قبلنا، بلشوا اليهود يبايعوا حلال البلد واهل البلد. يضيقوا؟ طبعا يعني يوم تيجي انت مارس هذا كنت استخدمه وكان العلاج. ثاني يوم اجي الاقي التراكتور بحرث فيه لليهود. بس بارضه؟ طبعا من ارضه. يعني بحرث بارضه اليهودي وانت لانك بطلت يعني باعتني. طيب اجوا اخذوها. فرق بين ما كانت لك بين ما شفت يهودي. صرنا نسمع احنا من الناس انه اليهود بدهم يعني يخطف فلسطين. وكان انتشر في ايام الثوره وعلى بلفور ومش عارف ايش. وهذا الرجل اللي باع ارضه هو اكثر واحد كان يوعي اهل البلد من اليوم. قعوار. زلم متنور. كان يقول لهم ديروا بالكم هذول بدهم يخطفوا البلد. طيب مع اقتراب، مع ابتعادنا من عام 36 واقترابنا من العام 48، صار يصير في اي شكل من الاشكال المنظمه بالقريه؟ يعني اخذت شكل منظم القريه في الدفاع عن نفسها؟ مو هذا اللي خرب بيت القريه. خرب بيت القريه. توضح؟ انا بدي اوضح. القريه مسالمه وبتزرع وبتقلع بلشان فعلا مثل عمل بقية القرى اللي لا تزال موجودة على فيها. أجوا جماعة من قريتنا راحوا على فوز القوقجي، كان بزرعين، كانت معارك تدور بزرعين بينهم وبين اليهود جيش الإنقاذ. أجوا بدهم ينظمون جيش الإنقاذ. طلعوا اليهود علينا على البلد حاملين شرايط بيض، علم ابيض، طلعوا ثلاثة فاتوا على المختار. صاروا حكوا انه يا مختار تردش على كلامنا، هذول جماعة مش سائلين عنكم وبضحكوا عليكم وبكرة بصير فيكم مثل زرعين تخرب، بيحتلوها بطردوا أهلها وبعدين إحنا نطردهم ونأخذهم. نصيحة. ها؟ نصيحة يعني. والله قال له يا مختار إذا أجوا العرب أنا بعرف إنك بتقدرش تحمينا، أما إذا أجوا اليهود والله لن نحميكم، وأنتوا عندكم ثمن بوري أنطتكم إياها أرقامهن معنا. يا مختار إحنا فلاحين وأنتوا فلاحين، إذا أجوا العرب إحنا يعملوا علينا حكومة، وإذا أجوا اليهود إحنا جاهزين، وإحنا الآن الأمور بإيدنا، بكرة بيجوا يهود شك لازم مش عارف شنو إحنا ما نعرفهمش، بكرة أنتوا دشروكم من السالفة، انتوا لا تبلي بس تفوتوش غريب، انتوا لا تقبلوا غريب. واحنا يعني اجي قال له المختار كان ما فيش كاز
قال له ودي ابنك بالكارة على الأفولة احنا نعبي له كاس يأخذ، بعدين المؤن اللي بتصرفها بريطانيا لكم مثل ما بتصرف باسم نعطي وخليك في بلدك، وما حدا بيهتدي عليه. بعد ما طلعوا اللي قاعدين الشباب قالوا يا مختار انت بدك تبيعنا، انت يوم بدك تتفق مع اليهود، مش شايف العرب مش عارف ايش، وساووا بدير ياسين وساووا مش عارف ايش. قال لهم شو بدكم؟ قالوا له احنا بدنا نطلع من البلد. قال لهم تقدروا تحموا حالكم؟ قالوا لا والله ما بنقدر، احنا معنا ثمن بوري. سحبوا حالهم جابوا سيارات. ابن المختار بيقرا في المدرسه بيعرف انجليزي بيسان، راحوا حكوا ل الجيش البريطاني اللي في بيسان، اجى جاب سيارات ورحل مع بيسان. رحلها القومي؟ نعم رحل سيارات الجيش، سيارات الجيش البريطاني، سيارات الجيش البريطاني. طيب استاذ سهيل، مشان نرجع نرتب ومشان اصدق انا اليهود، القريه اللي قبالنا طيبه بعد، القريه اللي قبالنا ناوره بعد اهلا فيها، سولم بعد اهلا فيها. يبدو انهم اخذوا بنصيحة اليوم، بعد موجود لليوم بهرتهم بدرسهم ما شاء الله. حتى سليمان القاعدة اخوه القاعدة بعدنا ماتنا ولادهم. طيب نرجع نرتب الاحداث. اذا ما حصل بينكم كقرية مع جواركم من اليهود أي صدام؟ لم يحصل صدام. لم يحصل صدام. طيب بلش عندكم أي شكل من أشكال الاستعدادات من نوع إنه خلينا نعمل استحكامات أو إذا حدا أشار عليكم بذلك؟ يا سيدي أنت بتحكي عن قرية فيها ثمن بوري، وبتحكي عن تجربة إحنا شفناها، معاركم اللي حاربوها في زرعين يوم احتلوا زرعين كان فيه ولا 2000 جندي انقاذ. شو يعني ثمن بوريد؟ بعدين انت بتحكي عن 4 كوبريات محيطات بالبلد. شو يعني قريب لسه؟ يعني ما صار اي صدام؟ والله لا صدام ما صارش، ولا حتى ايام المزروعات اذا في راعي طلع من هون كان صدامات محدوده على مشاكل ريعي او مرعي، يجي راعي ما كانت مشاكل إيه راعي والله بيراعي صار ضرب يهودي سطح له راسه بايام الله واشتكوا عليه ما عرف ايش بس راح فزع اهل البلد وفزعت اليهود. بعدين اجوا مخافين اليهود قالوا يا جماعه يعني سوا تضربوش مش عارف ايش. لا حصل الثمن بوريد، هم الثمن بوريد الموجودين بالقرية هم اللي استلمتوهم من البريطانيين. أقول لك يعني البلاد اللي كانوا أهلها متفقين ما طلعوش. الطيبي، تمرة، كفر مصر، نعورة، دبوري، كسار، نين، الدحي، سولة، ما حد. ليش انا صدقت هسه الان؟ انا ايام ما كنت اشك كلام اليهود يعني ولا الان صدقت انهم يوم قالوا كلمه قبل ما طلعوا قالوا وحياه ديني يا مختار اللي بيطلع من بيته فلا برجع يشوفه. والله قالوا لا يغرك بيسولفوا العرب شو ما بدهم. تذكر اسم المختار اليهودي اللي ذكر هذا الحكي للمختار تبعكم؟ داوود. داوود نتذكر شكله ومنظره وانت عادي قال له وحياة الدين يا مختار اللي بطلع من بيته فلا برجع يشوفه. طيب رجوعا للتسلسل الزمني، سنة 47 صدر قرار التقسيم. نعم. شهر 11 سمعتوا فيه بالقرية؟ كيف تفعلتوا فيه؟ طبعا سمعنا وحدينا وزعلنا وانجنينا. ليش؟ لانه احنا كنا معتبرين انه هذا نكسي، احنا بدنا كل فلسطين، احنا ما بدنا تقسيم. يعني شغله
احنا كيف ردت فعلكم؟ ردت فعلنا الناس تأكدت انه يعني اسوأ حال. اللي كان يقول يا ربي يطلع نصيبي بالقسم العربي، واللي طلع بالقسم اليهودي انجن، قال مرحبا القسم العربي. يعني الناس عندها عبي تعبئة ضد اليهود وضد الانجليز بالضبط، بحيث انه اللي بقول بدي اتفهم معناته خير، ما بدي سؤال. طب هاي التعبئة بتعتقد انها كانت انجليزية عربية بواسطة الانجليز، بواسطة الزعامات العرب، التعبئة ضد الانجليز، ضد اليهود وضد التقسيم وضد البقاء في البلد. واقول لك احنا طلعنا من بلدنا وكنا نعتبر القرى اللي ظلت خبر. نعم كنا نعتبر انه القرى اللي بقيوا في دورهم هذول خبر. طب شو الاعتقاد اللي كان سائد عندكم بما يخص عن اليهود ووجودهم في فلسطين، وخلنا نقول كمان استعدادهم واحتلالهم لبعض القرى المحيطة، أو يعني شو وجودهم، شو سر وجودهم؟ انت بتحكي على مستوى التعبئة اللي تعبينا فيها. نعم. انه يعني هذول الناس عادة وبدهم كل فلسطين وبدهم يمسحوا. شو اللي كان بدهم اياه طيب هو باعتقاد اليهود؟ نعم. الان او ايامها انا كنت اعتقد مثل بقية الناس، وانه سلامة الحجمين والعرب مثل ما اجب جريدة فلسطين او الدفاع صورة فلسطين وسهم من فوق سهم من هون سهم من هون، قال هذا من لبنان وهذا من سوريا وهذا من الاردن وهذا من مصر، ان اليهود انت يعني خمس دول عربية مش مزحة. وكنا يوم كنا نشوف على فكرة كان الجيش الاردني في حيفا، الجيش العربي الاردن في حيفا، يوم كنا نشوف مدفع جريت وسيارة جيش عربي قلت طيب وين بدهم نروح؟ انه اليهودي راح. طبعا مهملين انه كلوب بقود الجيش الاردني. فيا سيدي إيه؟ طيب اخ سهيل، طالما ما حصلتش معارك بالقرية وتركته بالطريقة اللي ذكرتها انت، انه اجوا طلبوا من البريطانيين انه يبعثوا سيارات، احنا اللي طلبنا، انتوا اللي طلبتوا من البريطانيين، احنا اللي طلبنا انه تعالوا. خفنا ننزل من بين الكوبانيات مشان يوفروا لكم هروب امن. خلينا نحكي احنا احنا اللي رحنا جبنا الجيش البريطاني من بيسان مشان يحمينا. طب هلا السؤال، الخوف يبدو كان متملك الاهالي بسبب هذا الجدار والقبانيات والتعبئه اللي حكيت عنها. انت تنساش تعبئه، يعني تبرر شيء هذا الخوف؟ لان لا ايامها ببرر، لانه هو في شغله بريطانيا شاطره، يعني في اقسام من اليهود من راحوا وعملوا اللي عملوه بدير ياسين، وبلشت احنا عنا الدعايات تمشي. ما حكيت لك عن هذا اللي قال عرضه وما عرضه، لانه وصلنا انه بدير ياسين مفضحين في الارض. كنتوا ما زلتوا بالقريه لما سرقت دير ياسين؟ وصلتكم اخبار؟ دير ياسين اللي خبرت بيت العرب انه بفوتوا علينا بالليل. احنا بنحكي عن قومية مش العرب. قومية. احنا قلنا بفوتوا علينا بالليل بذبحونا. بعدين المختار وجهوا له الناس لانه استقبل اليهود هذول، بس وجهوا له تهم انه انت زلم بعتنا اليهود. قال يا جماعه انا بعت. الله يرحمه حكى كلمتين. اللي كان يحكي معه زلمه مثل حالاتنا يعني. انت بعتنا اليهود، قال له يا حسين، كان اسمه حسين فرن، قال له يا حسين انت ما قالكيش ابو ميدلي. انا لي 2000 درهم، انت بتخسر قومي ولا انا؟ انا اللي بدي اقول، انا اللي بدي ابيع اكل اليوم، احد ابيع حاله. مع ذلك طالما انا خاني يا عمي خلونا رحل.
نرجع للمجزرة. حكيت لي أثرت عليكم بشكل عميق. أثرت على الجميع علينا بالذات، وصلتنا الأخبار وكانوا يضخموا، ما أعرفش يضخموا ما يضخموش، أنا ما أعرفهاش المجزرة، بس أنا عملوا كذا وعملوا في بلد كانت مستبسلة صحيح اسمها سلمي. ننطر أخبارها أهل السلمة، أهل الطيلة مركنين أهل الطيلة وأهل السلمة لأنهم أكثرية واليهود أقلية. هذا يعني والبعدين الأخبار متناقلة من الناس، يعني مش أخبار رسمية من التلفون من التلفزيون من الراديو. يعني أنت تعتقد بالنسبة للحالة التسليحية عندكم بالقرية كانت البواريد سيئة؟ البواريد وبعدين البواريد يعني ما اختلفناش. كيف بعتكم إياها على القرية؟ أنطوا وزعوا الإنجليز على كل قرية في فلسطين بواريد، كل قرية. يعني نصيبكم كان 8 بواريد؟ 8 بواريد دافعوا خمسة. دافعوا على حالكم بهالجوار اليهودي هذا؟ محراك شر. أقول له في ناس من نجيل ما كانش يعرف البارودي، شو عاش من أيام تركيا اللي بعد تركيا ما شافوش البارودي. يعني في ناس ما كانش يعرف يطخ على الفرد. يعني كنا نمسك الشاب اللي كان في قوة الحدود أو كان بوليس أو إشي نطير البارودي لأنه هما كبارش يطخ فيها. بعدين نطلع كل واحد حزام فيه 50 طن، يعني بدك تقول 8 في 50 400 طلقة اللي في البلد اللي أنطوني عن الإنجليز. هيك أحسب هيك، وهيك كنت بتكون دافع عن القرية بهاي الحالة. هيك هذول أنطوني عن الإنجليز بس مشان عملنا مشكلة مع اليهود. دربتوا عليهم على البوابة؟ والله كان ما طلتش، يعني الشغلة ما طلتش، احنا ما ضربناش. ما بتتذكر صار حالات تدريب؟ لا صار، كان يجيبوا العيال ذول الحرفين مش عارف ايش يقعدوهم هيك بتفتح هيك بتسكر بالمضافة. في المضافة يدربوا؟ يدربوا كيف يفكها وكيف يركبها. مين كان يدرب؟ واحد من كان من بلدنا بقوة الحدود، كان يشتغل بقوة الحدود واجه وجاب بارود تمام وحطوا سطل على المزبلة وصيروا يطخوا ايش يصيبوا ايش ما يصيبوا ايش مش عارف. يعني فشكات راحن في التدريب. طيب في المقابل اليهود شو كانوا الكوبانيات؟ ولا نشوف منهم اشي. ما تناهى لما سمعكم اي اشي عن تدريباتهم عن اسلحتهم؟ اليهود كانوا يطلعوا معهم عصي يتدربوا عصي في الوعر طارق بلد. يتدربوا على عصي كيف بيقفوا يمشوا. كنتوا تضحكوا عليهم وهم بتدربوا بعصي؟ والله نعرف انهم كيف؟ نعرف انه هذا تدريب. كنتوا حاسين انه هذا تدريب؟ كان بنات وشباب يتدربوا ولا شوفوا بس شباب؟ بس نرجع لحالة التدريب، احنا يعني بدناش ننظر باستخفاف بهذيك المرحلة، بس حالة البلد لا كانت انه والله احنا بنتدرب انظر احنا بدنا ندافع ولا لا؟ انظر ب 300 استخفاف يما معنا. ليش مش باستخفاف؟ يعني حالة البلد بهذيك الفترة بتسمع. ما بتسمح ولا صمود امام خمس مسلحين، لانه اولا تدريب ما فيش. سؤالي مختلف. أهل القرية وهم بهاي الحالة الاستعداد نسميها، إنه في واحد بيجي وبدربهم وبطخوا على الكيل اللي على المزبلة وإلى آخره، كانوا هم بهذاك الوضع حاسين حالهم إنه يعني بتدربوا بينموا حالة الجاهزية عندهم؟ صدق إنه كان أي واحد يشعر إنه بس بده يدافع عن بيته، يعني إذا فاتوا عليه وما ورودي ممكن إنه مثلاً يعني مدفوعين بالدفاع عن النفس مش بالهجوم. شو هجوم إيش؟ يعني الواحد بيقول لك ورودي بدافع عن حد، بدافع عن عيال، بدافع عن بيت. بس كانوا يتجمعوا أهل القرية ويتابعوا التدريب نعم يتجمعوا ويتحدثوا. بعدين دي أنت أقول لك في تيارين كان إشي راهن إنه بريطانيا بتطلع إيش وبتدشرناش، وبعضهم يراهن انه اليهود يعني
مش رايحين، هذول جيراننا مش رايحين يعتدوا علينا، وفي قسم كان يقول يا عمي ما لهم مش امان يذبحونا، يعني كانوا مختلفين الناس. ما هو الوضع، الوضع كان يعني الصحيح كان يعني بيحتمل هاي الاحتمالات الثلاث. والله يعني كان في مذابح اخرى غير دير ياسين. اهم شيء دير ياسين، اهم شيء نعم. هذا اللي اثر على معنوياتكم. اخوي كان في بين الحليصه وبين الهدر القتال مستمر. نعم مستمر بين الحليصه في حيفا واهل قومية في مهنان واهل بلد الشيخ واهل حواسي، وكان في قتال يعني. نعم وقضيه الرفاينري وقضيه يعني قضايا كثير كان في. طيب استاذ سهيل ناخذ استراحه دقائق ونتابع حديثنا، يعطيك العافيه.